الاطفال كما سمعنا عمو رؤوف واش قالنا اليوم راح نوجدوا الكوتي ديالنا فيه بزاف فوائد وبروتينات وفيتامينات ياك اطفال راح نوجدوا بالخضار اليوم تحبوا الخضار صح اليوم راح نديروا ارز راح نديروا بالخضار والبيض والثوم تحبوهم كامل ياك دوك نوريكم واش حنوجد راح نستعمل هذه العلبه من عولب كوتكس للتخزين تاع الاكل اللي نقدروا ندوها معنا المدرسه ياك هذه تقدر تشد لنا الحراره ونقدروا نسخنوا بها ياك اطفال فهمنا صح شوفوا انا عندي بزاف احجام تاع العلب هذوما انا اليوم حنستخدم هذه لانه ندوغ شويه الكوتي ولا تدو بزاف نتوما الا تدو بزاف كاينه هذه الكبيره وكاينه هذه مقسومه قسمين شوفوا هذه تعرفوها هذه تقدروا تدو فيها كاتو ديالكم وتدو معاه ثاني الاكل ديالكم ياك اطفال نرضوا هذوما هنايا ونوريكم واش حنوجد كوتي انا اليوم ياك هاوليك وجدت هنايا الارز مغلي غلينا الارز وهنايا عندي الجازه ثاني مسلوق وعندنا هنايا وشنو هذه جيد الجلبان شنو هي الفائده ديالها تعرفوها ولا لا لا تعرفوهاش الجلبانه تساعد في الكلى ديالنا باش يخدم مليح في بعض المرات حنا كيما نشربوش بزاف الماء وكامل الكلى ديالنا يولي يسطر علينا ولا يوجعنا ولا بصح كي ناكلوا الجلبانه هذه تساعدنا كيما البواكاسي وكامل تعرفوها البواكاسي نعم هذيك اللي ديرها لنا ماما لا سوب هذه هي ياك اطفال هذه اللي ناكلوها في الكسكس صح هذوك انا حنديرها في الارز ياك صح وهنايا عندي الثوم كامل نحبوا الثوم صح وعندنا البيض وتشوفوا ها شوف شفت صح تحبوا البيض ها هي صح شوفوا انا هذا الارز ديالي حنزيد فيه شويه هذيك الجلبانه اللي قلت لكم عليها ياك ايه جلبانه نديروها في الكسكس ونزيدوا الجزر ونديروا معاه الثوم اوكي هي طاحت لي الطماطم نخلطوهم كامل هنايا ومن بعد في العلبه ديالنا ياك نزيدوا فيه الطماطم ولا ما كان له نزيدوا لا لا ها يا خلا ما نزيدوش ما خلاص لا سلم ساعه دقيقه نمسح يدي انايا انا عندي وقت كامل روحي هنايا حنمسح بالبابي تاع كوتكس هذا يا اسمه مناديل المائده هذا اللي نمسحوا به في الطابله ياك طماطم مليحه اي حبيبتي مليح حتى انا نحبها لذيذه نعم ودوكاتك جيد وقويه بزاف صح وحنزيد معها جبن الوالد جبن الوالد هذا اللي قلنا عليه طبيعي وصحيه هذا جبن الوالد طبيعي وما فيهش مواد كيميائيه ياك ما يضرناش نديروه في الارز ديالنا ولا حبيتوا ماما متخلطها لكمش هكذا يدير لكم الارز في العلب مع هنايا الفرماج مع الارز تقدروا تدوا هاد العلب شفتوهم هاد العلب صح هاد العلب نقدروا ندوه معنا المدرسه ونخلطوها وحدنا الارز بالجبن ولا نديروه في الخبز ولا في المدرسه ياك صح نخلط هادي ديالي هكذايا ومن بعد نديرها في العلبه لذيذه طوماطيش على ما تحبيهاش مليحه للصحه ديالنا تحبي طوماطيش لذيذه اطفال دوك نعطيكم كامل الذوق وقولوا لي رايكم ياك صح حطوا هذا هنايا نعود اليك رؤوف